السلام عليكم، مساء الخير أوفياء برنامج نداء داخل وخارج المغرب. شكرا لكل القلوب الخيرة التي تنثر الفرح والسرور وتعيد النبض لأرواح اعتزلت الحياة بسبب اختفاء عزيز فارقها. لكم أن تتصوروا حجم التغيير الذي تسهمون في إحداثه بتفاعلكم الإيجابي مع الحالات التي نعرضها. ترممون قلوبا انكسرت وتصلون أرحاما انقطعت وتجمعون شملا بعثرته الظروف. لذلك نتمنى أن نظل جسر خير للناس وسندا لهم في محنتهم، وآمل أن تجد نداءات الأسر التالية التي أعدتها لنا نوى العلاج، آمل أن تجد الصدى المطلوب بقلوبكم. كنصالح المخلص، كنسول الحسن المخلص اللي مشى لليبيا باش حرب واختفى من رمضان لهنايا، مابقاش هضر معنا، مابقينا عرفنا عليه والو. اللي كيعرف عليه شي حاجه، اللي كيسمع عليه شي حاجه، النمره على الشاشه ولا جابونا على دوزان. صالح الدعالي، كنقلب الاخ ديالي صالح محمد اللي تغيب شهر 6/2019 في مدينه تاونات، شافوا شي دراري في لوطوروت بين الحميسات والرباط، وقلبنا عليه ما لقيناش. اللي شافوا الله يرحم الوالدين عيط علينا، ولا على دوزان راه كيعاني، عنده مرض نفساني. انا الدويره السعديه، كنقلب على الدويره المهدي، خويا خرج نهار 14 شهر 9/2019، ما عرفناش فين مشى. كنطلب من الله اللي شافه واللي عرفوا يتصل بالدوزيم ولا بالمرض اللي على الشاشه ديالي، ولا كان هو كيشوف فينا يرجع. حنا كنقلبوا عليه، ما خلينا فين ما قلبنا عليه رجع خويا، الا كنت الله يعطيك الصحه. انا السعديه البوشيخي، تنقلب على عادل احمد من مدينه بلي ملال. عافاكم اللي شافوا الله يرحم الوالدين يعيط عليا ولا يعيط على الدوزان، الله يستر عليكم. راه من بلي ملال، راه شافوه هنا في الدار البيضاء، الله يستر عليكم. مرض نفساني مريض، خرج نهار 9 شهر 9. محمد شاب لم تتوقع الأسرة يوما أن تلاحق طيفه بين المدن والوجهات المختلفة. لم تحسب أن تراكم الخلافات مع محيطه سيدفعه للمغادرة، لكن للأسف ذلك ما حصل. زكريا الضلفي، مصطفى صبري وكمال كليف أعدوا لنا الروبورتاج التالي لنتابع. الوجهة هذه المرة حي الإنارة بمدينة القنيطرة، قصد تسليط الضوء على قصة اختفاء محمد الخنيري الذي تورع للأنظار سنة 2004 وهو في عقده الثالث. الحمد لله، صحتك لاباس؟ كيف بقيتي شويه من اللهم لك الحمد. عند رد دقيتي البراد ديال السكر ولا مزال؟ مازال ما دقيت البراد السكر، شربت الدواء ديال الروماتيز. ان شاء الله غيكون على خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللي مشى سي محمد وليدي كان عنده مشكل كيتخاصم هو والجاره، الجاره كانت ساكنه معايا ديما كيتخاصم معاه. مشيت انا لعند خوه باش نقول ليه راه خوك كيدير لي المشاكل مع الجاره، انا ما عندي ما ندير بالصداع. كان خدام وليدي هو في التور، كان خدام وليدي في دار الضو، تبلا وليدي كيكمي الحشيش، كيكمي الكارو، كيمشي مع الصحاب ما كنعرفش وقتاش. جا ملي كيجي كيقول لي هادي ماشي عيشه، هاديك الجاره حنا كنا حدا حدا. المهم كيتخاصم هو وياها، هي هاديك ملي قلت لي ما عندي ما ندير بالمشاكل، ما عندي ما ندير بالصداع، قال لي انت كتجي في واحد الجاره اللي كان كيدير بو فيها الخير، ما فيهاش الخير. قلت لي تلقف عليها مع الله، وصدعتيني انا غنمشي لك لابراهيم. انا عييت، مشيت وليدي لعند ابراهيم، هو خرج باقا عاقل داك النهار مع العشيه. قال لي شتي هاد الجاره راه ما فيهاش الخير، وهي باغا انا نخويو ليهم، وهي الدار ماشي ديالها. صافي وليدي انا سكت. مشى وليدي جا في الليل، ما جاش في الليل يا ربي، مني خرج ما رجعش وليدي الى يومينا هذا. الهنا مرضنا ومبقاش عندنا الصحه ومبقاش عندنا الدار. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يفرحنا بيه اللي بقمت الدنيا، ما كنطلبوا منه حتى حاجه، شفنا الا في سبيل الله فين ما كاين غيجي عندي. لا ما تعصبي راسك، ان شاء الله غيكون على خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا المشكل كبير مع ديك الجاره، جات عندي الوالده، جات عندي الوالده قالت لي راه خوك راه عاوتاني راه نوض المشكل مع ديك الجاره، راه بقى كيتغوت هو وياها وهادي وصافي. بقيت اللي مشيت لي انايا صافي ما لقيتوش، صافي ما لقيتوش، صافي هذيك الساعه صافي قلنا راه زعما راه غي حيت هو مولف ديما كيمشي واحد السيمانه 10 ايام وكيرجع. هذه المره راه طول، صافي مشى في خطره لمده دابا كتكون 14 عام. شجار بسيط مع احدى الجارات تحول الى 14 سنه من المعاناه تعيشها الام ميره بكل ما تحمل الكلمه من معنى. ميرا اختي النهار اللي مشى السي محمد ما قلبتي عليه، ما
كيفاش اختي مشى، وسولت عليه عماته في العروبيه قالوا لي ما جاش عندنا، ما عرفتش اختي فين مشى له يومين هذا. لدابا لدابا عرفنا واش ميت ولا حي، الله اللي كيعلم، ربي سبحانه وتعالى. اللي مشى ولدي سي محمد، مشينا ولدي الكوميسيريه، مشينا للسبيطار قلبنا ما لقيناش، مشينا سولنا صحابو ما حتى واحد قال لك ما شافو. مشينا ولدي لطنجة، جات واحد المرأة من طنجة قالت لي ساكنة هنا، كانت ساكنة حدايا بكري، قالت لي راه ولدك في طنجة وخدام، راه خدام في المرسى، خدام في داكشي ديالو ديال التور. قعدت مشيت لطنجة سولت ومشيت للبوليس وكلشي، قالوا لي لا ما كاينش هاد الولد هنايا. شوي عيط واحد الولد كان جيراننا بكري خو بوليسي في الصحراء، قالنا راه سي محمد، راه سي محمد راه كاينه في الصحراء، راه خدام كريسون مع شي مول كاميون، راه كينتقل من العيون لمدينه اخرى. ما عقلتش عليها، قلت له وليدي عطينا شي نمره ولا عطينا شي تليفون ولا هادي. قال لي هذاك البوليسي راه خويا اللي شافو، راه ماشي انا اللي شتو، انا كنعرف على سي محمد وخوتو اخرين، ضد ابراهيم كنعرفش ابراهيم اللي دوا معاه. لي يومنا هذا وليدي انا ما عنديش الجهد باش نقلب عليه ولا الفلوس ولا هادي، باش غنمشي تايه لمدة نقلب عليه ما كنقلبش عليه، هاد النواحي اللي قلبت فيهم وليدي. لي يومنا هادي ما شتوش. اختفى محمد لتختفي معه الابتسامة ويحل محلها الحزن والأسى، حزن أدخل الأم في دوامة المعاناة مع المرض، لكنها لا تزال صامدة رغم ذلك، ممنية النفس بلقاء الابن الذي طال غيابه. الله يعصي ربي يجيب لك وليدك على خير وبخير، تفرحي به إن شاء الله. وليدك على خير وبخير ان شاء الله يا اختي، يفرح خوتو بان شاء الله، راهم وحشينو كلهم. ميران لوسا ديالي اخت ديال راجلي، انا وياها معشره ماشي قليله، راها كثيره تقريبا، راه شي 46 عام هادي وانا وياها معاشرين. المهم مسكينه ملي مشى السي محمد هادي 14 عام وهي مسكينه ديما مريضه. المهم جاها السكر ديما مسكينه، الانسولين كندق ليها في الصباح 24 في العشيه 12، بعض المرات كطيح كاع ملي كتفكروا، كتبقى تبكي في الاعياد، كتبقى تبكي في الا كان شي فرح عندنا كتبقى تبكي. المهم ديما مفكره سي محمد، وحنا حتى حنا ديما مفكرينه. وهي مسكينه ماشي غير السكر اللي جاها، جاها مسكينه حتى الروماتيزم هدها، والسكر مسكينه راه كدق 24 في الصباح و 12 في العشيه. المهم مسكينه اش كنطلبوا من الله، كنطلبوا من الله غادي غير يرجع لها، وراه ماشي راه بالسبب ديالو باش هي ولات هكا، ودابا كنطلبوا من الله يرجع باش مسكينه باش ترتاح شويه، باش لا على وعسى باش ترتاح لها حتى النفسانيه ديالها. ملي مشى ولدي سي محمد مرات وليدي في صحتي، جا عيد وليدي ما كيدوز عندي عيد، جا تعواشر ما كيدوز عواشر، جا فرح ما كيدوز فرح، كنجي مجمع كنجي على هنا لدار خويا ما كنمشي حتى البلاصه. وكنعاني وليدك اللهم لك الحمد، الحمد لله، هذا اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى. كنطلب اللي شافني الحن، راه ربي راه كيشوف الله سبحانه. داز عيد وليدي ما كيدوز، يا صغير يا كبير، يا ملي كنت كاع ما فيا السكر اللحم ما كنقيسوش ما نمسوش، طيب نعطي الخوت. وفين ما كنت عد هادو عد ولدي، فين ما كنت انا ما نقيسوش وليدي، اي والله لك الحمد، الحمد لله على كل حاجه. لكن كيشوفك وكيشوفنا، الله يجيبه على خير وبخير. امين يا اختي، وبشفاء ان شاء الله لك. ابراهيم اخو المختفي الاصغر لم يدخر جهدا في البحث عن اخيه، لعله يخفف بعضا من معاناة الأم التي لطالما لازمتها عقدة اختفاء ابنها محمد. واخويا سي محمد قبل ما يمشي كان ديما كينوض المشاكل الوالدة، كان ديما كينوض صداع مع الجيران، وكانت كتجي عندي الوالده، كتجي عندي باش كتقول لي سير عند خوك دوي معاه وكذا. ملي كنت كنمشي انايا كنت
كنبقى نغوت عليه. بعض المرات كان حتى الضرب كنت كنضربو، كنقول له زعما هذاك الضرب انا كنت كنضربو على مصلحته باش ما يبقاش يدير المشاكل وهادي. ومي كان الوالد ما كنشوفها كتبقى تفرش مختفون وكتبقى تبكي، كنحس براسي انا راه السبب في هذا المشكل هذا ديال خويا فين باش مشى، وكنحس بواحد الذنب كبير تجاه ديال هذا الشيء. هذا داك الضرب اللي كنت كنضربو وداك الغوت اللي كنت كنغوت عليه، انا راه كنت كندير داك الشيء على وديت المصلحه ديالو باش ما يبقاش يعاود يدير المشاكل مع الناس. وكنتمنى دابا كنتمنى الى يرجع والوالده مسكينه تبرد خاطرها من جهته، وهذا الشيء اللي كاين. تختلف ظروف الاختفاء لكنها تتوحد عند نقطة المعاناة. مهما كان حجم الخلاف الذي أنتج الغياب، لا يتحمل الوسط الأسري تداعياته المؤلمة. قراءة تجسدها النداءات التالية لنتابع. كنقلب على الربعي اليزيد من مدينة تازة، راه كان مع خوه في الرباط، خرج من نسلة، خرج في السبعينات. ودابا كان الله يرحم الوالدين اللي شافوه ولا اتصل بهذه النمرة ولا نمرة الشاشة. أنا زهرة، كنقلب على سي محمد ولدي شفيق اللي هو تغيب نهار 16 في شهر 6 في رمضان. الله يجازيكم بخير ويرحم الوالدين اللي شافوا او اللي عنده عليه شي معلومه يعلم دوزيام ولا النمره اللي راه على الشاشه. هو راه مريض مرض نفساني، واصلا كان هو عايش في اسبانيا وعنده الجنسيه. اسمي الحسين بيزوران، كنقلب على خويا بيزوران محمد اللي اختفى نهار 7/8 في شهر رمضان 2019، وعنده مريض مرض نفساني. واللي شافوا الله يحميكم والدين، اللي شافوا اللي سمع عليه شي اخبار سميتو علمي القناه الثانيه. انا شمال محفوظي، تنبقش على ولدي جمال العلاوي، تهز نهار ليله عيد العرش وقالوا لي قرعه سرانه، مشيت قرعه سرانه ما جبرتو، مشيت للعطاويه ما جبرتو، ودابا اللي شافوا يعلمني الله يرحمكم الوالدين. في نهاية هذا العدد أذكركم أن خدمة برنامجي نداء ومختفون مجانية، أي فابور، سواء تعلق الأمر بالنداءات أو الروبورتاجات. نشكر لكم اهتمامكم وإلى الأسبوع المقبل بحول الله.